ونحن وانتم مشاهدينا وصلنا لزاويتنا الحواريه الاخيره لليوم للي دائما بنحاول نخصصها للمشاريع اللي بيقوموا فيها مجموعه من الشباب لحتى تكون هي تعبير عن امكانياتهم، عن قدراتهم، عن افكارهم، بجسدوها من خلال مشاريع صغيره، بنفس الوقت بتكون هي ذات ريع اقتصادي لإلهم يدعمهم ويساعدهم بحياتهم. فكيف اذا كان هيدا المشروع هو متكامل مع الحياه الجامعيه، بيتواكب مع الدراسه الجامعيه بطريقة كتير صحيحة لحتى نحن نحصل على مشروع كامل متكامل. اليوم رح نحكي عن مشروع مواد تجميلية قامت فيه طالبة بالكيمياء، استثمرت هيدي المواهب عندها، أو مو المواهب عفوا، هي استثمرت دراستها لحتى تنمي موهبتها بصناعة المواد التجميلية. ليك اسمحوا لي رحب بالطالبة ولاء بوخنا، كيفك؟ الحمد لله تمام. أهلا وسهلا فيك. أهلا فيكم. أهلا وسهلا فيك ولاء، نورتينا ويعطيكي ألف عافية. يعني لو نحكي عن مشروعك البسيط. هلا مشروع بالبداية هو عبارة عن مواد تجميلية. بحكم دراستي أنا بدرس كيمياء، فبحكم الدراسة بالكيمياء في أكثر من مجال نحن بنعرف إنه هو موجود بهذا الفرع، فأنا اخترت المجال اللي أنا في عندي شغف فيه وفي عندي محبة لإله بمجال التجميل، واخترت هذا المجال كرمال بلش حلو. فيه. قد إيه صار لك مبلشة يا ولاء؟ إلي 3 شهور. ثلاث شهور طبعا نزلت المنتجات، بس قبل كنت مثل تجربه يعني. هي انا عم بحكي فتره التجربه، يعني انت قد ايه ضليتي عم تشتغلي؟ اليوم انت عم تشتغلي بمواد هي تستخدم على الجسد، بتلامس، هي بحاجه لشروط صحيه معينه. قد ايه ضلت فتره التجربه لحتى انت بلشتي تطلعي هيدي المنتجات وتقومي بنشرها وتسويقها؟ هلا التجربه ضلت تقريبا من حوالي شهر لشهرين. فانا حاولت اجرب على الناس القراب مني، اهلي، الاصدقاء القراب، مشان اخذ يعني احسن مثل ما بنحكي مثلا الشغلات السلبيه والشغلات الايجابيه لحتى تفيد منها وادعمها اكثر واكثر. المواد التجميليه ولا تحتاج الى معايير ودقه عاليه طبعا. يعني لو نحكي عن المعايير واهميتها، واذا كان استخدمت شيء زائد اثر السلبي. تمام. هلا اول شيء اهم شيء بهذا المجال هو التراكيز. إنه لما انا بدي اعمل مونتاج لازم اكون انا عارفه شو التركيز المناسب، شو الاحجام المناسبه، شو المعايير اللي لازم انا استخدمها. فطبعا اول شيء بالنسبه للمعايير المواد الطبيعيه والزيوت، لازم اخذ الزيوت المنيحه والزيوت التوب كرمال احصل انا على منتج كثير ممتاز. فهذا اهم شيء بحس بهذا المجال. اهم الزيوت اللي بتستخدميها؟ هلا اهم الزيوت عندنا زيت اللوز الحلو، زيت الجوجوبا، زيت بذور العنب، وفي كمان زيت الخروعي اللي نحن كثير بنسمع عنه وكثير بيفيد. خلينا نحكي شوي عن المنتجات اللي اخترتي انك تشتغلي فيها حاليا. عندنا هيدي المنتجات، شو هي؟ عارفين عليها؟ هلا يعني اول منتج هو عباره عن استبلاش، استبلاشات او معطرات الجسم. فمثل ما بنعرف انه هو الاستبلاش هو شيء كثير مهم، بيعطي هفافه، بيعطي نظافه بالاخص خصوصا بالصيف طبعا، وفي اكثر من ريحه يعني عاملتها وكثير حلو. تمام. حلو. في انواع قلتي لنا؟ انواع. ايوه تمام. هلا اللون بيختلف، هو الريحه. هلا يعني اللون مخص مخص. اللون بتحسي العين يعني بتشوف قبل، فكرمال هيك بتحسي. نحكي عن هيدا المنتج؟ هيدا عبارة عن مقشر جيل للوجه، أو فينا نحكي إنه هو ماسك أكثر ما يكون مقشر، فنحن بنحطه على البشرة، بضل حوالي فترة قصيرة وبينشال مثل أي ماسك ثاني، وبيعالج الزيوان، الرؤوس السوداء، بيعالج التشققات بالبشرة. شو المواد اللي حطيتيها؟ يعني أنت شو المواد اللي استخدمتيها ضمن التركيبة لحتى تحصلي على منتج يناسب يعني انواع بشرات مختلفه؟ يعني انت ادرى بانواع طيب. البشرات هلا اهم شيء بالنسبه لانواع البشرات بالمنتجات هي انواع الزيوت. فنحن بنحاول ناخذ انواع الزيوت اللي بتناسب كل انواع البشره، كانت بشره جافه، زيتيه، مختلطه. فبتحاول تلاقوا شيء هو بيوافق كل انواع طيب البشره، واللي هو زيت شو هلا اكثر شيء زيت اللوز الحلو. زيت اللوز الحلو اكثر شيء. زيت اللوز الحلو بياخذ يعني بياخذ لكل انواع البشره وبيعطي نتائج كثير حلوه على البشره. هي مستخدمتيها انت تماما بالمقشر وبالكمان السيروم. حلو. ولا يعني اذا بدنا نحكي بشكل عام يعني معايير كيف يعني منين خبرتك اخذتيها؟ هلا اول شيء بالنسبه للدراسه، الدراسه كثير اعطتني شيء يعني اعطتني معلومات كثير منيحه وكثير وافيه، بالاضافه لاني انا عامله كورسات على الاونلاين. ثالثه. بالاضافه لاني عامله انا كورسات على الاونلاين، كورسات باشراف صيادله وباشراف دكاتره تجميل، فكثير كمان ساعدوني. وكمان بالنسبه لي انا كثير حدا بحب اني كثير اخذ معلومات وابحث واجمع معلومات، كمان كان شيء كثير حلو. هلا عم نتابع منتج سوا، عارفين عنه؟ هيدا سكراب للجسم او مقشر يستخدم قبل الحمام او اثناء الاستحمام. مثل الاملاح او هيك شيء؟ ايه تماما. هو فيه حبيبات سكر بكل الوقت، هذا هو مقشر كثير مهم للبشره. يعني كثير كويس. هيدا عباره عن سيروم نضاره او سيروم هايرولونيك اسيد،
كثير مشهور. حلو هذا. هايرولونيك اسيد كثير مشهور. اي تماما، بيعطي نضاره، بيعطي لمعان للبشره، رونق كثير حلو. هي بدنا منه نضاره بالصيف. كثير بيناسب، يعني بيناسب كل انواع البشره. طبعا بيناسب كل انواع. بيناسب ايضا كل انواع. اضافه لانه غني بكثير. هلا لما بنسمع نحن اسم هايرولونيك اسيد فنحن بنعتبر انه في تركيبات كيميائيه كبيره بتكون داخله فيه، هل هو فعلا كل هالتركيبات اللي هو بيعتمد على مواد طبيعيه؟ يعني اليوم انت لما تقولي هيدا الاسم بتقولي لازم مصنع او معمل ادويه هو يصنعه، اليوم كيف نحن عم نعمله بالبيت؟ هلا بالنسبه للهايرولونيك اسيد هو ماده بتكون ماده بودره، فهيدا الماده بنحصل عليها من اماكن المواد الاوليه او الصيادله او هيك او هيك امور. فلما نحن بناخذها ما بنحط كثير امور بالسيروم، ماء مقطر، فيتامين اي، مواد مغذيه كمان للبشره، وبالنسبه له فهو بيعطي قوام لزج. ايه فبده كمان تركيبه خاصه وانك تتركيه لفتره منيحه لحاله حتى يعطينا. هو بيختلف في منه بيكون صباحي في بيكون منه مسائي، واللي انه لا هلا انا اللي عملته بيستخدم مرتين بالنهار، صبح ومساء. صبح ومساء، ولكن هو بالصيدليات يختلف. هو بالصيدليات بيختلف. طبعا في منه سائل، في منه لزج، في منه بيكون. تشرحي لها للزبونه انت هيدي التفاصيل او للصبيه اللي بتاخذ مثلا طبعاً. هيدي التفاصيل طبعاً ولا يعني وقت اللي بنشوف نحن هيك يعني نصائح فينا نقول، وانت عم تحكي على منتجات يعني الناس ما بيعرفوا فيها، هدول اللي عم تحكي عنهم يعني بيختلف بين الصيف والشتاء، بيختلف بين مثلا ليلي ونهاري، في توعي بهذا الموضوع من قبل حضرتك؟ معلش بس سؤال بعد اذنك قبل ما تجاوب على هي، حطت شيء على ايده هيك الزيت ودهنته وبس. هيدا الزيت، هيدا عباره عن زيت تان او برونز، عشان مثل ما بنعرف في كثير صبايا بتحب اللون بالصيف بالاخص. صحيح. هو فيه تركيب زيوت بتعمل على التسمير، وكمان بالنسبه للكولاجينين وبالنسبه للميلانين اللي بالجسم بتعمل على تحفيزه، وكمان بتعمل تسمير. لفتني انه كثير زيت، يعني انه شو بيستخدم، بس هو بالاخص خاص انه لما بتحطيه ما كثير بيضل على البشره، بيطير دغري يعني بتمتصه البشره بسهوله. اوكي انا اسفه اعطيتك السؤال، تفضلي. ما شاء الله، ولا يعني هلا يعني اخذتيني بسؤال ثاني، يعني هلا انت متعمقه بهذا المجال، يعني عم تاخذي كل شيء عنايه للمراه. تماما. يعني انت وين بدك توصلي بهيدا المشروع؟ هلا اول شيء انا عامله شغلات، يمكن البنات اللي كانت عم تشتغل بهيدا المجال مو عاملتها من قبل، مثل المقشرات، مثل زيت الجسم. فحبيت انا اعطي لمسه لإلي ولمسه لمنتجاتي، انه يكون في شيء مميز بالنسبه لإلي. انه ممكن بظل المنافسه اليوم، يعني انا كثير في صبايا اليوم عم يشتغلوا بهيدا المشاريع، فانت اليوم تميزتي بمنتجات مختلفه. تماما، هيدي كل الفكره. يعني انت من خلال يعني انت اسلفتي بحديثك، انت بتحبي انك تكتشفي اي جديد وتحطي خبرتك بهذا الموضوع. تماما، اكيد بحب احط لمساتي بالموضوع. يعني اهميه فعلا الاطلاع المتكرر. هلا الاطلاع المتكرر وانك تجمعي معلومات وافيه لحتى تطلعي منتج بيكون كواليتي كثير عاليه، فهيدا الشيء بده الواحد يضل عم يستمر ويضل عم يجمع معلومات. ممكن الانسان يفشل مره واثنين وثلاثه، بس هذا الشيء ما بيعني انه هو ممكن ما يوصل او ممكن ما يعمل شيء بشيء مميز. طيب او شيء ميزه. صحيح. شاركتي بمعارض ولا؟ ايه شاركت بمعرض اللي كان بكلية الهندسة الزراعية بجامعة تشرين. هي أول مشاركة كانت لك؟ طيب أهمية هيدي المشاركة لك؟ هلا هيدي المشاركة عطتني مثل ما بنحكي حافز أكثر، فأنه تعرفت على ناس جديدة، كمان ورجيت منتجاتي لناس أكثر، لفئات من العالم أكثر. مثل ما بتعرفي هلا بظل السوشيال ميديا مو كثير ممكن يوصلنا الدعم النظامي اللي وقت اللي بيكون هيك على تماس مباشر توصل الفكرة والمعلومة. فكتير فادني. هلا دائما هيدي المعارض بتكون هي باب لتجربه هيدي المنتجات على الاشخاص، بيقدر صاحب المشروع يقيم منتجاته نالت الاعجاب او لا من الطلبات اللي بتيجي بعد هيدا المعرض. احكي لنا كيف كانت التجربه، كيف هلا الحمد لله كان تمام. اكثر شيء بتحسي كان السيرومات، السبلاشات، اكثر شيء البنات هي اللي بتنجذب له، مثلا التينت الكريمي، التينت السائل، فهيدا الشيء كان اعطاني يعني مثل حافز جديد اني انا اعمل كل فتره شيء جديد لإلي، منتج جديد الصبايا تجربوه ان شاء الله بتحبوه. ان شاء الله يا رب. ان شاء الله. وين اليوم بدك توصلي انت بالمشروع؟ يعني انت اليوم طالبه كيمياء ولكن هيدا مشروع لحال، يعني اكيد. هلا هو مشروع، ومثل ما بنحكي انه مشروع شغل ودراسه. يعني مثل ما بنعرف نحن هلا الصبايا بهيدا الوقت الحالي كل صبيه بحاجه لمشروع لحتى تدعم حالها. واهم شيء بحس الثقه بالنفس، وانه البنت يكون عندها طموح انه ايه انا حاوصل لشيء كثير حلو. فان شاء الله اذا الله راد اوصل واعمل لسه منتجات احلى واحلى ان شاء الله، واوصل لبراندات. ممكن تفتحي معمل بكره ان شاء الله لعندك؟ ولا انت قلتي انتم ما عم بتوقفي
انتاج اي منتج. أيوة تمام. ودائما الفكر بيكون شغال وعم بتتابعي وعم تطلعي. تمام. في شغلات هيك حابه كونه نحن هلا بفصل الصيف وبحر و... اي اكيد في بالك شيء؟ اي اكيد في كثير عم تشتغلي يعني. اي الحمد لله هلا عم بلش يعني اشتغل جبت المواد وهيك وان شاء الله اذا الله راد. طيب الدعم دائما نحن بنركز على انت صبيه سنه ثالثه كيمياء اهميه الدعم لك سواء كان بالجامعه بالبيئه بالاهل والاصدقاء الاصدقاء يعني قد ايه مهم هلا الدعم بتحسيه اهم شيء باي مشروع الانسان ممكن يعمله الدعم هو اساس النجاح فالحمد لله كان الدعم كثير عالي بالنسبه لاهلي دعموني كثير ان كان بمواضيع ماديه او ان كان بمواضيع نفسيه وبالنسبه للاصدقاء كمان كان كثير في فئه مني كثير حلوه دعمتني والناس اللي بحبوني وكمان كان في يعني اقبال وحب لهيدي القصه اللي عم اعملها يعني عم نشوف المواد يعني كنت يعني في حال انت عملتي اي منتج كنت تلاقي كل المواد اللي بدك اياها الحمد لله ولا تخلقي بدائل تمام الحمد لله لحد هلا في كل المواد كانت موجوده بمركز للمواد الاوليه نحن بناخذ منه هيدا القصص وبعدين بنصنع وبعدين بتصنع في شيء حابه تصنعي يعني هلا في شيء ببالك لسه عم تقولي انا بدي صنعه بس لسه ما انطلقتي فيه هلا اول شيء انا بحس منتجاتي هي منتجات ل يعني العنايه بالبشره مو انه تجميل مو انه بتجمل بتعتني بالبشره وبتخلينا نحن يعني بشرتنا تتحسن شوي شوي فان شاء الله حابه اعمل مثلا سيرومات للشعر للرموش سيرومات ثانيه للبشره مثل كريمات وهيك حضرتي امورك اخذتي المعلومات خلص انت جاهزه اليوم لحتى تعملي هيدا المنتج هل هي ايضا يعني مواد موجوده هل هي مواد يعني متطلبه لمواد ربما تكون ما كثير متوفره هلا لا المواد اللي بدي اشتغل فيها متوفره اكيد ما رح اجي على مثلا منتج ما يكون توفر فيه هيدا القصص يعني اي نقص رح ياثر على المنتج على جودته عمين بتجربي ولا اول اكثر شيء اهلي ورفقاتي هو المفروض على حاله على الحرام بس هي عامله اهلها يا حرام التجارب الاهل اكيد واحد بجرب على حاله اول مره بس بعدين يعني بتحسي الاراء هي بتختلف فاني انا ممكن ايه هيدا منتجات ايه حلوه شو ما كانت بس هن بيعطوني يعني الكيمياء قد ايه كان لها دور كمان مهم الكيمياء كان لها دور كثير مهم بالاخص انه احنا بندرس بعلم تراكيز علم حجوم وهيك قصص فكثير ساعدني بهيدا ساعدك بهذا الموضوع حلو اكيد بنتمنى لك التوفيق ان شاء الله نشوف مشروعك عم يكبر عم تحققي اللي انت بدك اياه نورتي صباحنا وان شاء الله يا رب هيك يكون هيدي الافكار الجميله فعلا هي مشروع لكل صبيه حابه اليوم انه تحقق حلمها فيه نورتينا تسلمي لي شكرا يعطيكي الف عافيه ولا بتمنى لك قادم الايام هيك تكون حامله لك كل الخير والتميز واكيد وقت اللي بنشوف صبايانا وشبابنا عم يتميزوا بالاضافه لتحسين العلمي هذا يعني بدنا نشكر الاهالي دائما طبعا. بحلقاتنا الصباحيه بنتشكر الاهالي على هيدا الدعم النفسي والجسدي وال يعني لنوصل نحن المادي جاب اهم شيء يعني حتى المادي كمان المادي يعني يعطيكم الف عافيه ولا نورتينا شكرا كثير